نعم. يا شيخ أحسن الله إليك، ما حكم الاستثناء في الدعاء للغير؟ وهل كيف يا شيخ؟ أقول مثاله، مثال الله يغفر لك إن شاء الله، أو وفقك الله إن شاء الله، أو تقول اللهم اغفر لي إن شاء الله، اللهم اغفر لي إن شاء الله. وهل من ذلك نعم قول الرسول صلى الله عليه وسلم للمريض طهورا إن شاء الله؟ أما قول الداعي اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، فهذا محرم، نهى عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما قول إن شاء الله فهو أقل رتبة لكن لا ينبغي. وأما قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا بأس طهور إن شاء الله، فهذا من باب الرجاء، وذلك لأن المريض قد يكون مرضه طهورا له وقد لا يكون. لو كان هذا المريض لم يصبر وقلبه مملوء من التسخط على الله عز وجل ما صار طهور، فيكون إن شاء الله من باب الرجاء، يعني أسأل الله أن يكون طهورا لك إذا صبرت واحتسبت الأجر. وش الغير؟ غفر الله لك إن شاء الله. لا تقول هذا، الشيء المعلوم من فعله لا تقول إن شاء الله، لأن الله لا يفعله إلا بمشيئة، فإذا قيدته بالمشيئة فكأن هذا يوحي أنك مستغن عن ربك عز وجل.